أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء، وهذه كانت بداية الخلق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل. فقبل خلق العرش، وقبل خلق السماوات والأرض، وقبل خلق الجهات، كان الله تعالى ولا شيء قبله ولا شيء غيره، ولا شيء معه، ثم خلق الله الخلق فاستوى.